انا احس طعم فيه ابن عمي. جرب والله 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 عشاني والله لا والله طعم لسان. اوه يا ابن عمي شو الطعم مالها والله دواخ والله اقسم بالله بلعك والله والله دواخ والله دو ابو حسين كبرنا والله والله شيء يبنى كل شيء تغير فيك الا ريحه على جوك سؤال ابو حسين سؤال نقول سحور وقته وقتها ويا خلود والزعيم بن عمي والزعيم علاوي وعلى حساب نو بن عمي كذاب كذاب صح بتدفع ضربك ولا ما ضربك بتدفع كذاب خل عندك ذا السوالف ايه عادي يبالك الحين بعد السحور كنافه ها والله والله دقيق والله ما شبك والله بيدا والله والله بيدا يا سلام اصب عليه اصب عليه شطه زيد زيد ماشي عاد كل سكر ماشي شباب دهقوا دهقوا يلا انت شو مسوي؟ يلا قرقدني والله شدي والله اسوس كنافه هذا شو الرقم؟ مالي سيارة يعني انت ما تشوف؟ ما تشوف؟ ما تشوف على السيارة؟ السيارة اللي قدام ما تشوف؟ انا بس 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 ونقول طلع ابوي طلع بدراجات يا سلام ما شفت شيء ها قدام البيت اسير قد ليش والله ما شفت شيء روح روح ما تجي كيف العين يا اخوي ما مقلوب تاكل وايد حد قال لك خب شكلها شاب بس مو باليوم خب شو هذا عجون ما شو سكت ليش عاصم عاصم عارف انه معجون شو حق عاصم عاصم انه بنقطع حدال بشر على يركب عضال عاصم وخا 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 ثقيل يا ريال ما ثقيل يلا انت هو انت هو انت غريب حار الله انت غريب شنب شوف شوف انا الشباب منو منو حياة جدي ولا عليه رحمه نفس الشباب ايه شوف شوف